أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الحجة الهادي المهدي بقيتك في أرضك، معهم معهم لا مع عدوهم. آمنت بأولهم وآخرهم وظاهرهم وباطنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من كلام السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية حول هذا الجو الحار، أتشرف بنقله إليكم وأخاطبكم بنفس ما قاله قدس سره: كان الله بعونكم جميعا من حر الشمس، ولنا أسوة قليلة جدا بالحسين الشهيد سلام الله عليه. هو كان في الشمس 3 أيام، فلنكن نصف ساعة تحت الشمس أسوة به سلام الله عليه. أولا ألقي عليكم هذه الخطبة التي كتبها سماحة القائد الصدر أعزه الله، فأرجو الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أعظم نعم الله تعالى علينا أننا لازلنا مستمرين على صلاة الجمعة المقدسة التي أحياها شهيدنا وحبيبنا وولينا السيد الصدر تقدست روحه الطاهرة. والحمد لله الذي أسبغ علي نعمته وشرفني بهذه المسؤولية العظيمة، أعني أن أكون خادما وسببا لاستمرار صلاة الجمعة. فاستمروا على صلاة الجمعة حتى لو مات مقتدى الصدر. فحي الله مقيمي صلاة الجمعة من أئمة ومأمومين، والشكر لهم من الله وليس مني على هذا السقي لهذه الشجرة العظيمة التي ارتوت من دماء السيد الوالد قدس الله نفسه الزكية. فرددوا معي: نعم نعم للجمعة، نعم نعم للجمعة، نعم نعم للجمعة، لبيك لبيك يا شهيد الجمعة، لبيك لبيك يا شهيد الجمعة، لبيك لبيك يا شهيد الجمعة. أما بعد، أستغل وجودكم
أيها المؤمنون المخلصون لدينكم وعقيدتكم ومرجعكم وعراقكم، لأبعث رسالتي هذه إلى من يهمه الأمر. حيث أننا في مفترق طريق صعب ووعر إبان تشكيل الحكومة من قبل بعض من لا نحسن الظن بهم والذين جربناهم سابقاً ولم يفلحوا، لذا أنصحهم أنهم إذا أرادوا تشكيل تلك الحكومة فعليهم قبل ذلك بالالتزام بما يلي: أولاً، إخراج ما تبقى من الاحتلال بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية، وهذا أول حقوق الشعب أن يعيش حراً مستقلاً بعيداً عن الاحتلال وبنوده وترساناته وتدخلاته. ثانياً، إنهم يعدون الشعب بأن تكون حكومتهم المقبلة ليست كسابقاتها، فأقول إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علناً وبلا تردد. لذا فإني ومن هنا، وكما طالب السيد الوالد قدس سره بتوبة بعض شرائح المجتمع آنذاك كالسدنة وموظفي الدولة والغجر وغيرهم، فإنني أدعو الكتل السياسية وبالأخص الشيعية منها إلى التوبة إلى الله تعالى ومحاسبة فاسديهم تحت طائلة قضاء نزيه غير مسيس أو مفصل على مقاس الفساد والفاسدين. ثالثاً، إنني لست ناطقاً باسم المرجعية، لكن كلنا يعلم أن المرجعية قد أغلقت بابها أمام جميع السياسيين. بلا استثناء، وهذه سبة بالنسبة لسياسيي الشيعة بالخصوص، لذا أطالبهم بطلب العفو منها من المرجعية بعد التوبة أمام الله. رابعاً، إن أغلبهم غير مقتنع بأن حب الوطن من الإيمان، فصارت توجهاتهم خارجية، ومن هنا أطالب بتجذير حب الوطن والتعامل مع الدول الأخرى بالمثل دبلوماسياً واجتماعياً واقتصادياً، فالعراق عراق علي أمير المؤمنين، وهو سلام الله عليه سيد المذهب وإمامه، فالعراق مقدم في ذلك أكيداً، وترك التبعية المقيتة. خامساً، لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت وميليشيات منفلتة، لذا عليهم أجمع التحلي بالشجاعة وإعلان حل جميع الفصائل، وإن عاد المحتل عدنا. أجمع، أكرر، وإن عاد المحتل عدنا. سادساً، باسمي واسم الحشد الشعبي نشكر أهالي المناطق المحررة في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة
أن رضوا بنا محررين، ولولا تعاونهم لما حررت الأراضي المغتصبة، فلا منة للحشد عليهم. ومن هنا وحفاظا على سمعة الحشد الشعبي، يجب إعادة تنظيمه وترتيبه وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة، والاعتناء بالمجاهدين منهم، والاهتمام بأحوالهم وأداء حقوقهم، وعدم تفرقتهم عن القيادات في الامتيازات، وترك المحسوبيات، وإبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية، وعدم زجه بحروب طائفية أو خارجية، وإبعاد الحشد عن السياسة والتجارة حباً وحفاظاً على سمعة الجهاد والمجاهدين. سابعاً، كلنا سمعنا مقولة المجرب لا يجرب، وأردفناها بالشلع قلع، فلا تعيد المجرب فإنه سيستمر بغيه، فلا نريد أن تعاد المأساة القديمة ويباع الوطن وتتكرر سبايكر والصقلاوية وغيرها كثير من صفقات مشبوهة ورضوخ للغرب أو الشرق واستمرار معاناة الشعب. ثامنا، جيش العراق وشرطته يجب أن تحترم ويحقن ويحفظ دمها، ووقف الاعتداء عليها من الميليشيات أو حتى ممن يدعي الثورة، ويجب أن يكون المقدم على باقي التشكيلات، وإبعاده عن المحتل والتدخلات الخارجية، فقوتهم قوة للعراق وشعبه. تاسعاً، الاعتناء بأهالي المناطق المحررة وإبعاد الميليشيات عنها والتجار الفاسدين، ولتبنى بأيادي أهلها فهم أولى بها، بل وعدم التغافل عن مناطق الوسط والجنوب الذي يعاني الأمرين بسبب نقص الخدمات بعد أن عانى من البعث وأزلامه. عاشراً، شهداء العراق ولا سيما شهداء الإرهاب والاحتلال وشهداء الاحتجاجات كافة ومعتقليهم ومهجريهم، يجب الالتفات إليهم وإعطائهم حقوقهم إذا التزموا بالواجبات، إلا من تلطخت أيديهم بالدماء البريئة، وللكلام تتمة إن بقيت الحياة، وإن لم تبقى الحياة فأسألكم كما سألكم الفاتحة والدعاء لشهيدنا الغالي ومرجعنا الأعلم وحبيب قلوبنا السيد الوالد تقدست روحه المباركة، أخوكم مقتدى ابن السيد محمد الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. إلى الروح الطاهرة، لمن أخرجنا من الظلمات إلى النور ومحيي ذكر الله في زمن الغفلة والسكوت، في جمعته المؤيدة بتأييد الله ومرجعيته الناطقة باسم الله، الذاكر لله والمذكر بالله، سيدنا الشهيد قدس الله نفسه الزكية، الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الخطبة أحاول أن أقف عند مشرعة صاحب الذكرى ومحيي الجمعة وإمامها السيد الشهيد قدس سره، لنرتوي من معينه ونأخذ العبرة والموعظة والأسوة الحسنة. يقول قدس سره: سوف أذهب وضميري مرتاح، ويكفي أن في موتي شفوة وفرحا لإسرائيل وأمريكا، وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة. هذه العبارة وهاتان الكلمتان منهج حياة كامل وقاعدة عظيمة في العمل الديني والإنساني. أوجز الكلام حول ذلك في نقطتين. النقطة الأولى: الذهاب إلى الله مرتاح الضمير. أيها الإخوة، راحة الضمير لا يعرفها إلا أصحاب الضمير، ومن لم يكن لديه ضمير وهو ما موجود في هذا الجمع المبارك لا يعرف معنى راحة الضمير. تتحقق راحة الضمير عندما يؤدي الإنسان مسؤوليته الشرعية والأخلاقية والوطنية، عندما يعتدى على عقيدته فيحركه الضمير الديني والعقائدي، عندما يعتدى على أخلاقه يحركه الضمير الأخلاقي، عندما يعتدى على وطنه يحركه الضمير الوطني. وصاحب الضمير الحي لا يرتاح إلا أن يفرغ ذمته ومسؤوليته ويبدي موقفه تجاه هذه الأمور مهما كلفه ذلك من ثمن، لأن المهم عنده أن يذهب إلى ربه مرتاح الضمير. هذا نحفظه في كل حركتنا الدينية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، راحة الضمير. كثير أصابتهم الحيرة في موقف السيد الصدر أعزه الله في الانسحاب من البرلمان أو الانسحاب من العملية السياسية. طبعا بالمقاييس الدنيوية، المقاييس السياسية، أن هذا خسارة، كيف يفعل ذلك؟ كيف يفقد هذا النفوذ السياسي والبرلماني؟ كيف يحصل ذلك؟ كيف يفسروه؟ كثرت التحليلات وكثرت التأويلات من المحللين وغيرهم وحتى الجهات السياسية، وكأنه صار شيء عجيب في هذا الوقت أن يكون شخص صادق في موقفه، أن يكون شخص صادق في تضحيته وخسارته. لابد أن مع الأسف نرتدي النظارة الدنيوية دائما، هذا خطأ. الثبات في هذا الموقف والثبات في هذا الزمن على الموقف الصحيح والصادق صار غالي الثمن، يحتاج تضحية كبرى. السيد أعزه الله نزل من ترجل من صهوة جواده المنتصر وهو منتصر ينسحب، هذا كله لابد أن
نفسر على راحة الضمير التي يقول بها السيد الشهيد قدس الله نفسه. ينسحب سماحة السيد الصدر عزه الله من الانتخابات، يضحي بالامتيازات والمكاسب، يضحي بأكبر كتلة برلمانية في تاريخ الديمقراطيات العالمية. كل ذلك أيها الأخوة، كل ذلك لا يقاس براحة الضمير أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب وأمام التاريخ. هذه هي البوصلة والمؤشر في عمله أعزه الله ومواقفه بكل مستوياتها، لأنه ولد وتربى في مدرسة الصدر التي تمثل امتداد مدرسة أهل البيت عليهم السلام في فدائها وتضحياتها الكبرى. ثانيا، غاية الفخر في الدنيا والآخرة، هذه الكلمة الثانية، غاية الفخر في الدنيا والآخرة، ما هو الفخر الحقيقي عنده قدس سره؟ هل هو الوصول إلى المرجعية أو الامتيازات إن وجدت والعناوين الأخرى؟ كلا، يقول: موتي رصاصات غادرة في جسده الطاهر مع نذليه، وأن قوى الشر في أمريكا وإسرائيل تفرح وتتشفى بذلك. هذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة عند السيد الشهيد، أن تنتهي حياة الإنسان في الدنيا وهو في قمة أداء تكليفه الشرعي والأخلاقي، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فزت ورب الكعبة، يقتل في عاصمته ويقول فزت. هذا الفوز الحقيقي عند أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو الفخر الحقيقي عند محمد الصدر. هذا هو المنهج الإلهي الذي ربتنا عليه الحوزة الناطقة المجاهدة من زعيمها الأول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، حتى زعيمها في عصرنا سيدنا الشهيد قدس سره. هذا هو فخرنا وفخر مراجعنا الناطقين وقبلهم أئمتنا المعصومين وقبلهم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وعلى ضوء راحة الضمير أمام الله سبحانه وتعالى والفخر في الدنيا والآخرة، لا بد أن نقرأ جميع مواقف سماحة السيد الصدر أعزه الله، سواء المواقف الدينية العقائدية أو المواقف الاجتماعية والسياسية والإنسانية والأخلاقية. ولعل أهم هذه المواقف إضافة للدفاع عن وحدة الوطن وكرامته وسيادته واستقلاله والحفاظ على حقوق الشعب وكرامته، أولا الموقف التاريخي في مقاومة الاحتلال، ثانيا الوقوف بوجه الإرهاب، ثالثا محاربة الفساد بكافة مستوياته وخصوصا موقفه الثابت، وهذا شيء مهم، وخصوصا موقفه الثابت في الدفاع عن ثوابت الدين والعقيدة ورد شبهات الفساد العقائدي والانحراف الفكري والأخلاقي. وأود هنا شخصيا وأود هنا أن أشير إلى نقطة متعلقة بهذا الأمر، رد الشبهات العقائدية والفكرية والانحراف الديني، وهي هذه النقطة، وهي المكانة العلمية والحوزوية لسماحته، والتي نجدها مغيبة بسبب الوضع العام والتصدي للشأن السياسي والاجتماعي والظروف التي مر بها البلد بعد 2003، في حين أن التاريخ والتحصيل العلمي والحوزوي لسماحته معروف منذ ارتدائه الزي الحوزوي إلى أيام سقوط النظام البائد، وأساتذته من كبار علماء الحوزة وفضلائها المعروفين، وكتاباته ومقالاته موجودة في مختلف فروع المعرفة الإسلامية كالقرآن والعقيدة والأخلاق وغيرها.
ومن منبر الجمعة الناطق باسم الله، فليكن هدفنا جميعا في هذا اليوم وفي هذه المناسبة العظيمة، فليكن هدفنا جميعا هو راحة الضمير أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الوطن، وليكن فخرنا وفوزنا الحقيقي أن نذهب في سبيل أداء تكليفنا الشرعي والوطني مهما كلف ذلك من ثمن. رفضنا الفساد والدكتاتورية والاحتلال والإرهاب والظلم، وسنبقى على ذلك، وهذا هو فخرنا وفوزنا الحقيقي في حوزتنا الناطقة المجاهدة. صلوا على محمد وآل محمد. ولتكن أختم بها العبارة، ولتكن كل أيام حياتنا أيام الله، سواء في السياسة أو خارج السياسة، سابقا وحاليا وإلى الأبد. لا يوجد عندنا إلا التكليف الإلهي في العمل الصالح وخدمة الناس والمجتمع وحب الوطن، وإن اختلفت عناوين ذلك حسب ظروف الزمان والمكان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، وشكرا لكم، وتقبل الله أعمالكم.